تجسد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تكاملاً وشراكة حقيقية بين البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة. هذا ويحرص كلا البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة ودفعها لآفاق أرحب. في إطار ترسيخ التآخي وتطوير التعاون الثنائي، حققت مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً ملحوظاً في مجالات الحرية الاقتصادية والتنمية البشرية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باحتلالهما صدارة البلدان العربية ومكانة مرموقة عالمياً في تلك المجالات بشهادة المنظمات الدولية. وكانت زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس من العام الحالي، والتي التقى فيها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خير مثال على ترسيخ وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين. أما الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي جرت في نوفمبر الماضي، والتي التقى فيها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم الاتفاق خلالها على وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي، مما سيمكن البلدين من تعزيز تعاونهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومنها المجال الاقتصادي. يحرص كلا البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة ودفعها لآفاق أرحب، والعمل على إزالة العقبات التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينا للأعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة كبيرة لتدفق التجارة والاستثمار على مدى السنوات المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق مشترك للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما. كما تعمل الهيئات الوطنية المختصة في البلدين على بحث الاستثمار المشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء شركة استثمارية إماراتية بحرينية مشتركة للاستثمار في البحرين. ويحرص الجانبان على تسهيل زيادة التبادلات التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بين البلدين من خلال وضع أطر لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين الأعمال، ليستمر سعي كلا البلدين لخلق فرص التعاون لتسهيل تبادل أفضل الممارسات والمعرفة الاقتصادية وتسليط الضوء على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورقمنة القطاع العام وكذلك القطاع الخاص، والحرص على التعاون وتبادل أفضل الأمثلة في هذا المجال.